جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع، واصلت فيها أجهزة الوزارة المشاركة في تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة لمجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا، جهود لم تسن القطاعات الأمنية عن تفعيل العمل الميداني لتوفير مظلة أمنية محكمة لحماية المواطنين وممتلكاتهم والمنشآت الهامة والحيوية. حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة، فمن خلال استهداف بؤر إجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة منزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية، ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، تم ضبط 87 متهما وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 817 قطعة سلاح ناري، من بينها 140 بندقية و81 بندقية آلية وطلقات نارية مختلفة الأعيرة بلغت 1232 طلقة متنوعة، إضافة ل 1211 قطعة سلاح أبيض. وفي مجال تأمين تنفيذ قرارات الإزالة، تم تأمين تنفيذ عدد 1615 قرار إزالة تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والأوقاف والري والصرف ومجرى نهر النيل بنطاق 22 مديرية أمن. وترسيخا لمبدأ سيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام من تنفيذ 435924 حكم قضائي متنوع، من بينها 1791 حكم جناية و150253 حكم حبس. وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، نجحت أجهزة الوزارة في ضبط 16 تشكيلا عصابيا ضموا 45 متهما قاموا بارتكاب 104 حادث متنوع، كما تم إعادة 22 سيارة مبلغ بسرقتها. وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط 927 قضية إتجار في المواد المخدرة، ضبط خلالها 1034 متهما وبحوزتهم أكثر من 123.5 كيلوغرام من نبات البنجو المخدر، وأكثر من 140 كيلوغرام من مخدر الحشيش، وكمية من مخدر الهيروين وزنت قرابة 19 كيلوغرام، وأكثر من 9.5 كيلو من مخدر الاستروكس، وعدد 57016 قرص مخدر. وتواصل وزارة الداخلية بذل العطاء لفرض الأمن وحماية الأرواح والممتلكات وضبط الجرائم المختلفة ومواجهة كافة صور الخروج عن القانون.